السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم وصفة جميلة جدا جدا، معقم للإيديق. طبعا دي طريقة مختلفة عن الطرق اللي أنا قدمتها لكم، لأن أنا بحاول إن أنا أقدم لكم يعني كذا طريقة، وعلى يعني والمفيد برضو إن أنت إيه يعني تقدري إن أنت تختاري أي وصفة أنا بقدمها تكون مناسبة ليكي، وتكون مثلا المكونات بتاعتها بسيطة تقدري إن أنت تعمليها. وكل الوصفات اللي انا بقدمها لكم بصراحة كلها جميلة جدا جدا، وبتدي نتيجة تحفة، يعني بتدي نتيجة كويسة جدا جدا. وانا عن نفسي استخدمت الوصفات ديت عندي في البيت وجميلة جدا جدا. فالنهاردة برضو عشان انا بحاول ان انا ارضي كل المتابعين عندي في القناة يعني، فانا النهاردة بقدم برضو طرق طبعا، وانتي بقى ايه يعني وانتوا تختاروا ايه طريقة اللي ايه تعجبكم تقدروا ان انتوا ايه تستخدموها. فالنهارده الطريقه بتاعت النهارده هتبقى كل اللي احنا هنحتاجه هيبقى هنعمل كحول، لا وهنستخدم فيه جل الصباق. هنستخدم بقى ايه نص كوبايه من الكحول لتركيز 70%، وهنحتاج 2 معالق كبيره من جل الصباق، وخمس نقط زيت عطري. طبعا اي زيت عطري انت تفضليه، عايزه زيت عطري بريحه الورد، عايزه تفضلي اي نوع. طبعا الزيت العطري ده هو اختياري على حسب ايه ما انت عايز. يبقى كده هنستخدم 5 نقط زيت عطري بريحه الورد. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنجيب البخاخه اللي احنا هنستخدمها، وهنبدا اللي احنا نحط فيها. طبعا البخاخه تكون نظيفه، هنبدا اللي احنا نحط ايه فيها نص كوبايه كحول زي ما قلت لكم اللي هو تركيز 70%، وهنحط عليهم 2 معالق كبيره من جل الصباق. وتقدري ان انت تحطي 2 معالق كبيره جل صبار، بيبقى موجود في الصيدليه بتقدري ان انت تجيبيه بكل سهوله. وهنحط 5 نقط من الزيت العطري بريحه الورد، ونبدا ان احنا بنرجهم مع بعض ايه كويس. وده بيبقى معقم جميل جدا جدا، في تقدري ان انت تستخدميه في الايدين، تعقمي بيه ايديكي وايدين اولادك. ممكن مثلا لو مثلا ايه مش متوفر مثلا جل الصباق، ممكن انت تستخدمي جل الصبار اللي هو الطبيعي يعني، وتبداي اللي انت بتاخديه وتتحصلي يعني على يعني 2 معلقه كده كبيره، وتضربيهم في كبه الخلاط لحد ما يبقى ناعم خالص، وتبداي اللي انت بتقلبيه مع الكحول برضه. ده لو يعني ايه لو يعني لو معرفتش تجيبي جل الصبار اللي هو ايه في الصيدلية، مش عايزة تستخدمي مثلا جل صبار خالص مش متوفر عندك للصبار اللي هو الطبيعي، ولا مثلا متوفر عندك اللي هو جل الصبار مثلا مش هتعرفي تجيبيه، ممكن اللي انت تضيفي يعني معلقة كده كبيرة من الجريسلين على ايه معلقة على يعني معلقة كده يعني معلقة كبيرة كده اهوت مية. ده بس عشان ايه نخفف الكحول شوية، علشان الكحول لوحده ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تستخدميه كتر لما تيجي تستخدمي الكحول يعني معقم كده لوحده، فهينشف ايديكي مع الاستخدام. ما فهو لازم اللي انت يعني لو انت هتعملي مثلا جبت جل الصبار زي ما قلت لكم، يبقى نص كوبايه كحول على 2 معلقه كبيره من جل الصبار وخمس نقط زيت عادي. ده بالنسبه للجل الصبار اللي انت هتجيبيه في من الصيدليه يعني. بالنسبه لو انت مثلا هتستخدمي اللي هو الطبيعي، يبقى انت هنحتاجهم ايه 2 معلقه كبيره من جل الصبار اللي هو الطبيعي. بتبداي انت بتفتحي الصباره وتاخدي القلب اللي جواها اللي هو الابيض، واضربيهم في الكبه بتاعه الخلاط مع معلقه كده او معلقتين ايه كبار كده، معلقتين كبار من الميه، اضربيهم كويس جدا علشان بس ايه لوحده هيبقى صعب اللي هو ينضرب. فالميه اللي انت هتستخدميها كمان تكون ميه مغليه وبارده يعني، علشان بس الميه تبقى ايه معقمه معاكي. وهتبداي اللي انت تضربيهم لحد ما يبقى ايه ناعم خالص، وبعد كده بتبداي ايه بتبداي اللي انت بمصفى كده تصفيهم عشان لو في اي حاجه. بس بتاخدي السائل اللي بينزل منه ده هوت، وبعد كده هوت بتبداي اللي انت بتضيفيه بقى ايه على الكحول وتقلبيهم مع بعض وتستخدميه.
ده بس علشان ايه يعني، هو لازم حاجه تدخل مع الكحول، لا علشان ايه، الكحول لوحده زي ما قلت لكم بينشف الايدين، كتر استخدامه بينشف الايدين. وطبعا الوصفه ديت يعني بالنسبه بقى اللي هم بيخرجوا بره البيت او مضطرين اللي هم يخرجوا شغل وكده اهوت يعني، فبتاخد معاه الايه البخاخه بتخليها في شنطتك، عشان ايه يعني طبعا بتبقي معرضة لو حد سلم عليكي ولا حاجة، فا ايه بتبدأي اللي انت بتطلعي من الشنطة، وتبدأي اللي انت ايه بترشي على ايديكي، فبتعقمي ايديكي ايه في ساعات. بالنسبة بقى يعني بلاش اللي تستخدميه على طول كل شوية في قلب البيت، لان برضو ايه يعني طول ما انت في البيت انت واولادك ممكن تستخدمه، ما اللي هو يعني احسن حاجة اللي هي تقدر تقتل الجراثيم، اللي هو الصابونة الصلايد او الصابونة البلدي اللي هي بتاعت المواعين. طبعا ديت بقى ايه بتجيب من الاخر، دي بتقضي على الجراثيم نهائي. والوصفة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي فيها الكحول دي حلوة جدا برضو، بتقتل الجراثيم برضو. بس يعني انا بقول لكم طول ما انتي في البيت طبعا، طبعا ما فيش اختلاط مع حد بره ما في كده يعني، ففي البيت يعني هيبقى امان. فيفضل ان انتي اي حاجه مثلا اولادك او كده ممكن تحط لهم اللي هي الصابونه الصلايد ديت على الحوض، يغسلوا ايديهم بيها، فهي دي لوحديها بتقضي على الجراثيم، ودي لوحديها بتعقم الايدين يعني. فحبيت برضو ان انا اقول لكم برضو المعلومه ديت، عشان برضو ايه تبقوا عارفين ليه احنا بنضيف حاجات على الكحول، علشان كده بس، علشان ايه لوحده ما ينفعش. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناه اول باول. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.